خيرا عملت. حضرتك سني ولا شيعي يا سيد محمد؟ أنا يا سني، اوكي، عن شو أنا تحب أشهد أن نتكلم لا يا سيد إله إلا محمد؟ الله. ها؟ عن شو تحب نتكلم عزيز؟ آه، أنا يا عايز أفهم لي حقدك للإسلام هك. انا ما عنديش حق للاسلام، غلط هذا. والله عندك حقد كبير، والله باين. انا ما عنديش حقد، انا اولى الناس اني اتكلم عن نفسي. آه، يعني كل يوم تفتح لايف وتشتم الرسول وتشتم القرآن. وليش هو الرسول ابن خالتك مثلا؟ الرسول أعز لي من خاوتي، أعز لي من كل شيء، الرسول صلى الله عليه اعز وسلم. عندك من امك وابوك؟ آه نعم، إيه. لو الرسول قال لك اقتل امك وابوك ممكن تقتلهم؟ لا، الرسول ما قال هاك، الله، لو قال، الرسول لو قال لي، قال اسمع لي، الرسول لا قال لي ولا جاوبني، لا تقل لا له لا ما لا شئت. لحظة لحظة جاوبني، هل الرسول لو قال لك اقتل اباك وامك ممكن تفعل لا، ذلك؟ من صفات الرسول يقول هاك لا وما يهمني، أفعل. انا بسأل، لو قال لك ذلك ممكن تطيعه في ذلك؟ لا، عفارم عليك. إذا لا تقول أن اسمح لي، الرسول أعز من أمي وأبويا، أبوك وأمك ما أعز عندك من الرسول. أنا قالوا لي أنت تحقد على الإسلام من لأنك قال لك هذا الكلام؟ اسمح لي، لحظة، اسمح لي، من قال لك هذا الكلام؟ ماذا قلت؟ ماذا فهمت منك؟ من قال لك أني أحقد على الإسلام؟ لا، أقول هذا، أنا هذا رأيت بعيني وفهمت. أنا فهمتك هكذا، لأنك كل يوم تفتح لايف وتسب وتشتم، ماذا قلت أنا؟ تقول أن القرآن يقول فيه قذارة، والرسول صلى الله عليه وسلم اغتصب سيدتنا أم المؤمنين عائشة، وأنا شو وتقول دخلني كل إذا يوم. رسولك اغتصب طفلة صغيرة؟ هذه وأنا مش قالوا مسألة. لي أنك أنت اغتصبت ابنتك وحملت منك مرتين، ماذا تقول في هذا؟ عادي لأنك جدا، أنتم مسلمون لهذا تحقد معروفين على أنكم الإسلام. كذابين. محمد ها؟ فاضل، محمد لحظة، أنتم المسلمين معروف عنكم أنكم ناس كذابين، شو نعملكم؟ لا، تركتم نبيكم وتركتم بناتكم تغتصب، وجالسين لا الشيطان يغتصبون، محمد صالح، أنت من اغتصب ابنته. مثل ما كان يفعل نبيكم الكذاب. نبيكم الكذاب يوم ما كان يتأمل خيرا بعمرو بن الهشام كان يقول اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، يوم ما عمرو بن هشام بين قديش هو إنسان كذاب قال له هذا أبو جهل وهذا فرعون هذه الأمة. فأنتم شو راح تطلعوا؟ أكيد راح تطلعوا مثل نبيكم. يعني إنما مثلا أعطيك مثال، أنا الآن أقول أن ممارسة الجنس مع فتاة عمرها 9 سنوات جريمة، بينما نبيك فعل ذلك. من قال لك هذا؟ بينما نبيك فعل ذلك، هل تستطيع أن تقول عنه جريمة؟ أجاوبك، هل أنت رأيته أنه فعل معها الجنس في لا، التسع البخاري سنوات؟ قرأ ذلك. البخاري، من يقول أن فمن كلمات البخاري؟ أنت لا تؤمن بما البخاري، في البخاري؟ هل كتاب البخاري لحظة أتى لحظة، قبل أنت لا الإسلام تؤمن وبعد بما الإسلام؟ في البخاري؟ أنا أؤمن بكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت لا تؤمن أؤمن بصحيح بالقرآن البخاري؟ الكريم. لحظة، اسمع، جاوبني، هل تؤمن أنا بصحيح أقول لك، البخاري ولا لا؟ أنا لم أقرأ صحيح البخاري ولا مرة. تؤمن بما في صحيح البخاري ولا لا؟ لا أقدر أن أؤمن بشيء لن أقرأه. طيب روح اقرأه وبعدين تعال ارجع نتكلم، اوكي؟ شكرا كثير لمشاركتك الجميلة، محباتي لك. مين عندنا بعد من بني إسلام؟ يا حبذا، مش كل يوم نعيد لكم نفس الأسطوانة. الخجلان لا يطلع عندي، الخجلان عندنا مصطبة، يروح بوشويش بشويش وبسكوت يروح يجلس في مصطبة الخجلانين. حفارم عليكم.
أسعد الله صباحك أستاذ محمد. يا اهلا وسهلا، مين معي؟ معك الجنتل. ايوه اعطيني اسم انا ديك دي، معلش. محمد. هلا سيد محمد، هلا. حضرتك سني ولا شيعي يا محمد؟ والله كنت سني ولا الحين لا سني ولا شيء خلاص. لكن بس شنو أنا كذا؟ مداخلة لي بسيطة، أنا يعجبني كلامك ومعجب فيك والله، بس حبيت أطلع أقول لك هذا الكلام. وكلامك كله تقريبا أنا متفق معه كثير كثير. والمشكلة اللي أنا منتقدها إنه في أوروبا بيعطوا هؤلاء الأشخاص مكانة ومجال، وبدهم يغيروا الدين، بدهم يغيروا العادة الأوروبية إلى دين متشدد إسلامي. قرأت للسيد القمني مرة مقالة يقول: يا خرب بيتك يا أمستردام. وأنا مستغرب كيف المفوضية بتعطي هذا المجال لهؤلاء الأشخاص، يعني بيتكلموا بهذا الكلام عندك ضجة ويكفروا يا أخي الناس. محمد، عندك ضجة، عندك تشويش في السلك. طيب دقيقة، الآن تسمعني تمام؟ لا أخي الكريم، المعذرة، عندك كان عندك كأنه السلك دخل في بعض، ما أدري كيف، كان يعمل صوت جدا مؤذي للودان. تحياتي لك يا سيدي. طيب أرجو الأخوة اللي بيكتبوا رقم 7 يكونوا مسلمين يعني. السلام عليكم. عليكم السلام، يا اهلا وسهلا. شلونك استاذ محمد؟ انا بخير، تسلم لي حبيبي. ورد، انت كيف؟ انا والله طالع اسالك عن كم شغله. ولكن قبل ما تسألني، هل حضرتك سني ولا شيعي؟ سني والحمد لله. هل حضرتك صاحب قناة شام الأصيل اللي بيقدم الأكلات؟ لا انا شامي، انا الشامي الاصيل، اوكي، انا من الشام من سوريا. نعم. استاذ محمد، انت لما يطلع واحد فهماني يناقشك ليش ما مثل مين؟ مثل مين؟ هلا هذا الشاب اللي طلع قبل من يمين؟ شو كان اسمه؟ هذا الطيار. الطيار كان فاهم الدنيا، واحد يقول عن أمه أبوه كلب سلوكي، أنت ترضى بهذا الكلام؟ استاذ محمد، هو انت جاوبني ما اسمع. جاوبني، أنت ترضى أن تقول عن أمك وأب أبوك كلب سلوكي؟ اذا بدهم يكفر بالنبي، جاوبني جاوبني. بدهم يكفر بالنبي طبعا طبعا. اذا بدهم يكفر بالنبي، انا نحن ما بنعترف فيهم. يعني أنت إذا أبوك وأمك كانوا كفار ممكن تقول عنهم كلاب، صح؟ اذا بكفار طبعا. شو حكمهم في الإسلام؟ ها، إذا أبوك وأمك ارتدوا عن الإسلام شو حكمهم؟ الشريعة اللي بتقرر بذلك. انا ما عندي، أيوة، شو بتقرر الشريعة؟ والله ما بعرف. انا الشريعة اللي بتقرر بذلك، بس تعرف أنهم كلب يعني. اذا كفروا بالاسلام طبعا. انت استاذ محمد، يعني انا انتبهت لك. أنت انا كيف صرت شامي أصيل؟ كيف صرت شامي أصيل وعندك الجرأة تقول عن أبوك وأمك كلب؟ ها؟ يا أنت استاذ الآن محمد، لو تقول هذا الكلام ممكن تفتح الكاميرا أول حاجة؟ والله لابس شيال، والله شو لابس؟ لابس ماني لابس، يعني كنزي. أوكي، أنت وين عايش يا؟ لا بتركيا. إيه أكيد راح تكون بتركيا. أبوك وأمك عايشين لسه؟ ابوي وامي الحمد لله عايشين. وعارفين انك انت بتقول عنهم كلاب اذا كفروا؟ إذا كفروا طبعا طبعا الشريعة اللي بتقرر، بيعرفوا هذا الشيء. إذا طبعا الشريعة اللي بتقرر بحكمهم. أستاذ محمد، أنا والله صار لي فترة. انت مستوعب هذه الشريعة وصلتكم لوين؟ خليني جعلتكم احط الامم اخلاقيا على وجه الارض، واحد يقول عن ابوه وامه كلب. يا تصور نبيكم شو اللي علمكم من اخلاق، لما واحد ياتي ويقول انه انا ابويا اذا كان كافر فهو كلب، وامي اذا كانت كافره فهي كلبه. انت مستوعب هذه الشريعه كيف جعلتكم من احط الامم اخلاقا؟ يا استاذ محمد، انت انا انتبهت لك، انا كل ما اطالع حدا فهمان شوي ما بتسمح له يحكي اصلا. يعني انت الان فهمان انك بتقول عن ابوك وامك كلب؟ اذا كفروا بالله عز وجل طبعا بيقول عنه انه هي. انت بهذه الطريقه بتكون فهمان الدين؟ انت يا استاذ محمد، انت بتسخر من النبي، بتقول اغتصب البنات واغتصب. طبعا انت الان معلش اترك من ابوك وامك،
أنت ترضى بفعل النبي؟ شلون ارضى بفعل النبي؟ يعني ترضى أن النبي راح حط قضيبه في مهبل عائشة وهي عمرها 9 سنين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل على التدنيس يا استاذ محمد، والله هذا تدنيس، والله لا انه مو تدنيس، هذا موجود في البخاري ومسلم. والله يا استاذ محمد هذا تدنيس. مو تدنيس، اسمه تدليس. الزمان هذا، التدنيس هذا موضوع ثاني. الزمان تو هذا غير. انت الان هذا عائشة هي بتقول تزوجني النبي وانا بت 6 سنين بمكة متوفى خديجة، وبنى بي وانا بت 9 سنين في المدينة. ترضى انت بهذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما تجوزها، لان شو اسمه ما تجوزها انه مشان والله فعل مع الجنس بعمر 6 سنوات. لا هو تزوجها بعمر 6 سنوات وبعدين مارس معاها الجنس بعمر 9 سنوات، انت بترضى بهذا الكلام؟ استاذ محمد اذا الجنس لحظة يا اخي، لا انت استاذ بترضى بهذا الكلام؟ بس خليني طيب اشرح لك اذا كان. لحظة لا تشرح لي، انت بترضى بهذا الكلام؟ بس لا اشرح لك انا شلون انه برضى بهذا الكلام، ما بدي اقول لك شلون اذا برضى بهذا الكلام. لا ما بدي تقول لي، قل لي هذا الكلام مثل ما هو، انت ترضى به؟ اذا كانت المرأة كامل جسدها وبصحتها وقابلة للزواج طبعا ما في اي مشكلة. يعني انت ممكن اذا في بنية كبيرة في الجسم وعمرها 9 سنوات وبلغت ممكن تمارس معاها الجنس بالزواج؟ اذا قابلة راشدة جسمها كامل جاهزة للجواز لا ما في مشكلة عليها. بعمر 9 سنين ممكن تتزوج بنتك بهاي الطريقة؟ إذا كانت أنا هلا هلا أنا بالوقت اللي وصلنا له وبهالوضع اللي نحن عايشينه وبهالزمن طبعا أنا بستنى على بنتي اللي تكبر شوي مشان تكون مثلا أعقل مشان ما يصير خلافات معه ومع جوزها، ممكن أتأخر عليها شوي بالزواج. بس بعمر مش كم ممكن تتزوجها؟ أه؟ ما فهمت عليه. بعمر كم ممكن تتزوجها؟ بس لا تكبر وشوف انه عقله صار جاهز يعني للجواز. بعمر كم تقريبا يعني؟ بعمر اللي انا بحدده، يلي بشوف البنت انه خلاص يعني صار مثلا 12 سنة؟ ما بجوزها ب 12 سنة. 13؟ عم اقول لك انا بالنسبة لي إذا أنت شفتها جاهزة للزواج بعمر 13 ممكن تتزوجها؟ إذا كانت البنت واعية وهي ما عندي مشكلة. إذا كانت البنت واعية وجاهزة للجواز وعقلها مناسب ما عندي مشكلة أنا. شوفوا النماذج اللي جاية على أوروبا واللي بيتباكوا على أن السوسيال بياخذ أطفالهم. يلا شوفوا النماذج. أستاذ محمد شوفوا هذا الإنسان طالع قدامكم أنتم 1500 2500 إنسان، عرفت كيف؟ جاء بيقول أنا ما عندي مشكلة أقول عن أمي وأبويا كلاب إذا كانوا كفار، وأنا ما عندي مشكلة أروح أتزوج طفلة عمرها 9 سنين إذا كانت كبيرة، وأنا ما عندي مشكلة أني أزوج بنتي بعمر 13 سنة إذا أنا شفت أنها هي جاهزة للزواج. يلعن أبو الناس اللي استقبلتكم في بلادهم، اللي خربوا بلادهم بناس بيدوفيلية مثلكم. أستاذ محمد سبحان الله سبحان الله، يعني الإسلام عم ينتشر سبحان الله بكل الدول الأوروبية. آه لا ما بينتشر الإسلام، والله الإسلام بيتنايك، في فرق بين الانتشار وبين النيك. والله أنتوا مجرد بتجيبوا أطفال بالتزاوج، ليش؟ لأنه نبيكم كان يعاملكم معاملة البهائم، كان يقول لكم تناكحوا تكاثروا إني مكاثر بكم الأمم، إني مباهن بكم الأمم، مثل البهائم، مثل ما الواحد يجيب له 50 خروف فبيروح بأمل إنه يصيروا 100 خروف في السنة الجاية. نبيكم كان يتعامل معاكم بهذه الطريقة، عشان هيك انتم بتزدادوا. استاذ محمد اول شغله لا تدنس، انا ما عم دنس بالحكي ولا عم غلط بالحكي، لا تدنس، انا عم حاكيك باحترام. المهم انك تحاكي امك وابوك باحترام. انت استاذ محمد ذاك اليوم صرت تحكي عن المرأة انه المرأة مشبهة بكذا بالقرآن ومشبهة بكذا بالقرآن ومشبهة، وصرت تحكي عن المرأة وعم توضح لهم صورة انه القرآن المرأة مساوية زبالة. انت نسيت صراحة اقل من الزبالة بمراحل. انت نسيت الكلام يلي كرموا فيه المرأة بالقرآن. القرآن قال عن المرأة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وما ملكت أيمانكم. في القرآن المرأة ممكن تكون ملك اليمين، جارية حقيقة حقيرة، تروح تشتريها من السوق، تجيبها تحطها في البرفراش، بتنيكها ثم بعدين تروح تبيعها. هذا تدنيس يا أستاذ محمد، شوف هذا انت ليس تدليس، هذا هو أحكام الشرع.
سبحان الله، انت الالفاظ اللي عم تحكي فيها يعني سبحان الله بتدل على كل شيء. سبحان الله، بيدل على انه انا دارس الشريعة وبعرف شو بقول. والله انك ما والله لا تفقه شيء يا استاذ محمد، والله انك لا تفقه، عم تدعم تدنس وعم تلعب على قلب البشر، انك انت انسان انساني والله ما بتعرف شيء من الانسانيه الصراحه يعني. ليش؟ لانه بقول انه النساء ما مفروض انه تعاملوهم معاملة المرأة وهم اطفال. الاسلام، والله الاسلام هو القران اللي كرم النساء ممكن تفتح الكاميرا يا لا. روح البس لك بيجامة وتعالى افتح الكاميرا. والله دي شوفها. يا استاذ محمد والله اقسم بالله، اقسم بالله انا بطلع معك بكره، بطلع معك بكون انا شعري طويل وما نكون شعري، عرفت كيف؟ بدي أي صح ولا انا شعري؟ بكره أبشر بطلع والله، معك، بكره بطلع معك وبكون فاتح الكاميرا وبكون لابس. طب أبشر والله، والله بتمنى والله يا استاذ محمد، والله العظيم والله العظيم والله العظيم انه بينزعل عليكم، والله بينزعل عليكم ازعل على حالك، ازعل على بنتك الصغيرة والله. المسكينة اللي لقت أب اضطرت أنها تكون ابنة لواحد بيدوفيلي، وفي نفس الوقت راح أبوها راح يبيعها يعني مثل ويسلمها لواحد مختص باسم الزواج. ابكي على بنتك والله يا استاذ، والله يا وعلى استاذ، زوجتك وبناتك إذا لقوا فرصة أنه يهربوا منك صراحة. والله يا استاذ محمد نحن ما مر أنا لو مكان زوجتك أو أي في حدا قريب يعرفك أو يعرف زوجتك، أنا أنصحهم بأنهم يدبروا ويهيئوا المكان لزوجتك وبنتك أنه يهربوا منك عشان ما يلاقوا مصير الزواج من زواج القاصرات اللي انتم بتؤمنون به بشريعتكم. والله يا استاذ محمد هذا الحكي اول شغله، والله تدنيس اول شغله. ثاني شغله والله يا استاذ محمد نحن مو بنكرهكم، والله انه نحن بنرد لكم الهدايه اقسم بالله، والله انه انت اول حاجه المفروض تريد الهدايه لنفسك. ها كيف راح تكون تطلب الهدايه الي وانت اصلا راح تكون خطر على بنتك؟ بسم الله ونعم الوكيل. والله هذا تدنيس يا استاذ محمد، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله يا استاذ محمد انه بينزال عليكم والله، يعني انتم بتعم تفتحوا لبسوس، سبحان الله عم تفتحوا اللبسوس وتحاربوا القرآن وتحكوا عن الدين وانه عم يغتصبوا وما بعرف شو وبتدنيس وما بعرف شو، والله وكله عم ينقلب عليكم سبحان الله. والله انه الدين عم ينتشر بكل نواحي اوروبا الحمد لله بفضل الله. كيف راح ينتشر؟ بمخيمات صح؟ والله لما يا عم بتروحوا للمخيمات وتصيروا مجاهدين وتنقتلوا، يجي ناس من المشايخ اللي قالوا لكم روحوا للمجاهدين وانتموا للمجاهدين ياخذوا اطفالكم الصغار بناتكم ويتزوجوهم. لا لا غلط هذا الحكي، هذا اللي بيصير في المخيمات. غلط يعني. هذا نحن يا استاذ محمد نحن من عيلة معروفين بالشام والحمد لله فضل اللي الله، هي عيلة مين؟ معروفين الحمد لله فضل الله اللي بالشام، هي مين؟ أي عيلة؟ معروفين نحن من الشام الحمد أيوة لله، لأي عيلة هي؟ معروفين بلا ما نحكي بالخصوص. إذا عيلتك معروفة ليش ما تقدر تجيب اسمها؟ ها؟ خلي عيلتك تعرف شو ناوي تعمل مع بناتك يعني. حسبنا الله ونعم الوكيل على التدنيس عم تدنسوا. والله يا استاذ محمد هذا الحكي اللي عم تحكوه والله انه غلط. أنا الحكي اللي عندي غلط؟ أنت ما فكرت بنفسك، ما فكرت هكذا تجلس مع حالك انا 10 دقائق تقول طب هذا محمد صالح، لحظة، هذا انا محمد صالح انا كيف قضى حي لحظة بتكلم لسه، كيف قضى حياته كله وطالع بوجهه وبيخاطر بحياته وبيقول هذا الكلام عشان ينقذ بناتنا؟ كيف احنا ناس هبة لهاي الدرجة ونظل نستمر ورا محمد بن عبد الله ونزوج بناتنا على طريقته البيدوفيلية؟ ما بتفكر بنفسك انك غلط تقول هذا محمد صالح لحظة اللي بيقول هذا الكلام اللي بيقول هذه الشريعة يعني جعلتنا من اسفل السافلين ومن اكثر الشعوب انحطاطا اخلاقيا؟ كيف انه هذا الكلام بينطبق فينا كل ما حدا منا يطلع قدامه؟ ها حتى المثقفين منكم بيطلعوا بيقولوا عن امهاتهم كلاب وحمير لانهم مش مؤمنين. ما بتفكروا بهذا الشيء؟ ما بتفكروا الدين الذي يجعلك تقول عن امك اللي شالتك جوا بطنك ها 9 اشهر؟ تعرف يعني شنو 9 اشهر؟ انت بس فكر انه بس حط هكذا يعني شنتايه على ظهرك يعني يومين على بعض شوف شو راح يصير فيك، تمام؟ ولكن تصور هاي والدتك شالتك جوا يعني جسمها
تسعة أشهر، ثم رضعتك سنتين ثلاثة، ثم وهذه سنتين ثلاثة هي بتسهر عليك، بتربيك، بتعلمك، بتنظفك، بتحميك، بتخاف عليك من النسمة. ثم يجي له واحد متخلف مثلك يطلع ويقول: نعم أنا أمي وأبويا إذا ما كانوا مسلمين فهم مثل الكلاب. ما بتشوفوا هذه الشريعة شو عملت فيكم؟ جعلتكم من أكثر الناس انحطاطا في الأخلاق. هل فكرتوا في هذا؟ فكرتوا؟ فكروا في هذا، فكروا، فكروا، شوفوا ليش أنتوا بهذه الطريقة، ليش أنتوا وصلتوا إلى هذا المستوى المنحط بالأخلاق عشان تدافعوا عن واحد بيدوفيل كان عايش قبل 1400 سنة. هذه هي الإشكالية. الإشكالية أنكم أنتم وصلتم، يعني أنا لا أعتقد أنك أنت تختلف عني وتختلف عن أي إنسان آخر. أنت جواتك نفس الأعضاء اللي أنا جواتي، عندك نفس الدماغ اللي أنا عندي، عندك نفس الأعضاء الجسدية والداخلية والخارجية اللي أنا عندي. عرفت كيف؟ ليش أنت مستعد أنك تسب أبوك وأمك عشان واحد عنده عايش قبل 1400 سنة؟ هذا لأن هذا الدين يعمل منكم ناس وحوش، هذه الحقيقة. طيب مين عندنا بعد؟ الأخوة المسلمين اللي بيكتبوا رقم 7 يكونوا طالبين جيست، عشان لما يكتبوا رقم 7 يكونوا أقدر أشوفهم، يعني أقدر ألاقيهم. الو، هلا. كيفك؟ بقول عليك استاذ يا زلمه، استحي على هيبتك، استحي على شيبتك يا قليل الهيبه، ولك احترم ابوك انت تفتح الامام الكاميرا جامع يا خالد؟ بكركوك. لا خالد فخلت، انا خالد بفتح الكاميرا، ليش بدي افتح لك الكاميرا يا كنقره؟ طيب خلاص اجلس تحت اذا. لك استحي على دمك، يلا انا شرف. الليلة عن أخت أمك أبوك على عيرك عرس وكس أختك لعمك اللي رجلي بكس أختك. أنتوا شايفين شو صار فيكم؟ شايفين تطلعون مؤدبين نحطكم قدام الشريعة يسقط أخلاقكم، تطلعون غير مؤدبين نحطكم قدام الشريعة يسقط أخلاقكم. في كل الحالتين ليش؟ هذا الغلط من مين؟ من محمد صالح ولا من شريعتكم اللي جعلت منكم هذه الأمور؟ حياتكم مخزية، جيتوا من بلدان متخلفة تعيشوا في أوروبا، تعيشوا تحت صرام الكفار، عرفت كيف؟ تتنفسون من هوائهم، تتعالجون في مستشفياتهم، تأخذون من فلوسهم، ولكن لأنكم تربيتم على الزبالة مش قادرين تشيلوا الزبالة اللي تربيتم عليها. لا بأس لا بأس. السلام عليكم. صوتك فيها ضجة يا عم. وعليك السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد التوفيق العظيم. من أفضل ومن أفضل ومن أفضل الأيام أيام يوم الجمعة. فيها نعم. عندك مشكلة في الصوت يا حبيبي. ضبط الصوت. وبمناسبة يوم الجمعة، طبعا نحن كذلك نذكر بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي الأمين الذي لم يرضى أن يشرك معه أحدا في نكاح النساء، ونكح النساء ولم يترك منهم العجوزة ولا الصغيرة ولا الكبيرة ولا النحيفة ولا الرفيعة ولا حتى الطفلة صراحة، ولا الحرة ولا الأمة، ولا حتى اللي كان يقتل زوجة يروح ينكحها، سواء كان زوجها معاه هو يروح يوديه للقتال ينكح زوجته، يقتله هو ينكح زوجته، ما عندوش فرق يعني. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي. What؟
شنو هذا الاسم العجيب؟ أبو العيون بلاع العير. أنت مسلم؟ عيري بيك. أنت مسلم لو لا؟ أنا نياتك. تربية حسينية. على دينك يا قواد يا منيوش. طيب جيد. السلام عليكم. عليكم السلام يا اهلا وسهلا. كيفك استاذي؟ انا بخير يا اهلا وسهلا. حضرتك سني ولا شيعي يا ابو سامر؟ لا والله انا سني. تؤمن بما في البخاري ومسلم؟ انا لا اؤمن غير في كتاب الله. اذا مش سني خجلان. لا سني. ليش انت اللي خجلان من دينك مش انا اللي خجلان؟ بس انت بتسكر يعني الكل من بالك بتسكر اللي بيكون يحكي بتسكر في وجهه الشاشه. فاهم عليك كلامك صحيح 100%. شكرا لك حبيبي. ورده مين عندنا بعد؟ نهاية. الأخوة اللي بيكتبوا رقم 7 ضروري يكونوا هم طالبين قس، وإلا إذا أنتم مو طالبين قس كيف أقدر أطلعكم؟ بيكون صعب جدا أطلعكم يا أحبة. خلاني يشيك. خلنا نيجيك. حلاوة المسلمين عندما المسلم يكون يعني يحلم بالنهار ويوصل لدرجة من الهلاوس انه أمنية الكبرى في الحياة اللي هو يا أمة ضحكت من جارية الأمم، ولك كل الامم بتجلس بتنيج فيكم، ولك انتم ما عندكم عقل ما عندكم فهم، ولك كل البشر دايسه على راسكم. بس انا لي راي صراحه. انا اشوف انه هذا التيك توك من الاجهزه العظيمه جدا، من المنصات الرائعه. ليش؟ لانه ببساطه شديده اتصور هذول الناس لو ما يطلعوا يعملوا هذا الشيء على التيك توك راح يتحولوا إلى كائنات غبية جدا على الأرض صراحة. فالحمد للتيك توك جل جلاله. صباح الخير. صباح النور يا اهلا وسهلا. شلونك شو اخبارك؟ انا اخباري جيده تسلم. انت شلونك؟ والله الحمد لله بخير. طبعا حضرتك سني ولا شيعي يا سيدي؟ قست في اتفاق لان اطلب هواي ما تطلب. لحظه حبيبي امير، انت سني ولا شيعي؟ انا مسلم. اللي هو سني ولا شيعي؟ مسلم. نعم بعرف هذا الشيء، بس انت ما قلت انت سني ولا شيعي. اعتبرني اي كان. لا انا في حياتي ما بعتبر حدا. انت سني او شيعي؟ مسلم. ايوه اللي هو ازاي سني ولا شيعي؟ بس مسلم فقط. متاكد؟ اي متاكد. نعم شكرا كثير لك حبيبي، كل المحبه لك. السلام عليكم أخي. عليكم السلام يا هلا.
طبعا بتاخذنيش، انا دخلت من حساب بنت لانه انا عادي عادي عندي، عزيزي عادي تمام. لا انا عندي حساب بس المشكله في معليش الشركه معليش لا التابعه. بأس قل لي اسم انا اديك به انا اسمي عصام لا عرفات، يسلم مسلم سني طبعا، اهلا وسهلا حبيبي بس بتمنى بدي انا عمري. طبعا انت كم عمرك يا خال؟ لا هذا عمره هذا عمره من اول ما اجي اطلب مثلا خالتك انا للزواج عمري انا تسالني عن عمري انا عمره عمري 18 سنه، بس حاب احكي لك شغله. انا طبعا مسلم سني، لا لا داخل اسب، وغلط اللي بسنا هذول اصلا اللي بيطلعوا بسبوا مسلمين، هذا بشوه صورة الإسلام. أنا مش داخل لا أسب ولا أغلط، بس داخل إنه هلا بس اسمعني للآخر عشان أسمعك للآخر، وإيش بدك أنا حاضر، تمام؟ قل لي عن شو بتحب نتكلم يا أنا عصام بس داخل أحكي لك. هلا أنت قاعد بتسب، أنت بتسب عمالك غلط على كلامك شوف هذا اللي أنا ما بحب لما واحد يجي يكذب علي أنا ما بسب أنا بقول لك اللي موجود في دينك فلا تقول لي إذا كان هذا اللي موجود في دينك ما سب مش ذنبي أنا بقول لك اللي عندكم أنت طب الآن انت قل طب لي صبرك أنت صبرك مثلا صبرك قل لي تمام مثلا تمام لحظة قل لي أنت بتقول هذا الكلام وتجيب كلامي أنا ونجي نناقش انت هيك بتشوه صورة اسلامي. هلا في قل اشي لي بيحكي انا بالقرآن شو لكم قلت دينكم لحظه ولي دين. لحظه قل لي انا شو قلت يا عصام انت بتحكي ان الرسول اغتصب عائشة ومش عارف ايه. انا اكتر من مرة حاولت ادخل بس المشكلة ما بزبط. هل تعتقد انه الواحد عمره 54 سنه يروح ينيك بطفله عمرها 9 سنين له اسم على وجه الارض غير اغتصاب؟ لا طبعا ما برضى هذا الحكي، بس انت ما لحقت زمن الرسول لتحكي، هاي انا ما اقوال بدي وافعال. هلا انا ما انت بعرف ايش، الرسول اصلا انت ايش ديانتك، انت ايش انا ديانتك؟ بقول لك اللي موجود في اللي يدرس في الجامعات الاسلاميه في كليات الشريعه اللي موجود في صحيح البخاري ومسلم ايش هذا دخلني؟ الحكي فش منه اخي، لا باحترامي لك منه لا في منه هذا ما في الكلام منه. موجود في الشريعه الاسلاميه هذا الكلام موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الترمذي وابن ماجه وابو داود والنسائي ومسند فيش الامام منه احمد عرفت كيف؟ انت هذا الكلام موجود عند كل ائمه الحديث انت مو طب بكيفك هلا انا اخي انت ايش ديانتك؟ شو هذه ديانه؟ الديانه معمول ايش عشان الناس ديانتك؟ اللي ما مسيحي عندها مسلم؟ عقول انا يعني انا مثلا سمعت على المسيحية مثلا اشياء غلط، بس انا مش انا نفسي مش انا ما مسيحي يهمني لان انا انا مش ما ما شفت بعيني. اسمع فانت اسمع بترجع عصام لحظه انت بترجع زمن قبل 4000 سنة يا معلم. عصام لحظة أنا ما بسمع أنا رجل درست الشريعة أنا ما بجي بكلمك من واحد قال لي كلمتين عرفت كيف؟ أنا كنت بدرس هذا الدين فما حدا يجي يضحك علي بكلمتين أنا بعرف هذا الشريعة شو موجود جواته بتكلم باللي موجود جوا هذه الشريعة بس في اشي بيحكي لكم دينكم ولا دين. هلا انت لا لك ما في دينك، حاجة انا ما يا باجي سيدي احكي معك، هذه آية ما باجي منسوخة اغلط على دينك. لأنك احنا أنت ما بنحترم كل، بتعرف الدين ما احنا بتعرف الدين بنحترم اخي لحظة بس اسمعني لحظة اعطيني لما مجال أتكلم احكي. لا تقاطع كثير تمام اه تفضل. أنا لما بقول لك هذه الآية منسوخة أنت ما بتعرف هذا الكلام ما فيش منه علم هذا الحكي، لا ما في منه فيش. شو ما فرجيني في تعال منه أنت فافتح روح افتح اقرأ انت هذه هلا، الآية عرفت كيف افتح انت هلا فرجيني شو في اشي بصحيح البخاري مش محرف طبعا، ويكون بصحيح البخاري غلط على النبي، وانه اغتصب الاطفال والنساء والمش عارف ايش. عائشة بتقول بنفسها تقول تزوجني النبي وأنا بت 6 سنين في مكة متوفى خديجة وبنى بي وأنا بت 9 سنين في المدينة شو تريد أكثر من هذا؟ وين هذا الحكي؟ هذا افتح الكلام افتح موجود في فرجيني هذه افتح الرواية بمسند الإمام أحمد اخي. نهاية الحديث بس انت اسمعني. هلا انت بتحكي انت عمال صح انت تمام، انا ما ماشي بدي امشي معك واسدك تمام ماشي تمام. هلا انت عمالك بتحكي عن النبي انه اغتصب ومش عارف، انت كنت على زمان النبي؟ هذا كله كلام يعني. انا مثلا اذا سمعت على ديانات اخرى، اذا سمعت على ديانات اخرى ما باجي اغلط. خلينا انا وانت نتفق ان اللي بيقول انه الزواج من طفلة عمرها 9 سنين جائز هذا يكون مغتصب تمام؟ طبعا ما في منه هذا الحكي طبعا. لا الاسلام ما بيحكي انه تسلت، خلاص انا وانت اذا ما متفقين تتزوج على من هذه القاصر، النقطة وفي شرائع وفي وخلينا شريعة نقول اسلامية. خلينا انا وانت نقول خلينا انا وانت نقول ان اللي يقول ان النبي محمد عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة في عمر 9 سنين هذا مغتصب وبن 60 كلب طبعا بس هذا فيش منه هذا الحكي، ان انت بتحكي خلاص ان الرسول هيك اذا ما احنا بهذه الطريقة جعلنا البخاري ومسلم عبارة كتاب الزبالة
وجعلنا علماء الأزهر زبالة، وعلماء السعودية الزبالة، وعلماء العراق زبالة، وعلماء موريتانيا الزبالة، وعلماء فلسطين زبالة، وعلماء اليمن زبالة، وعلماء أفغانستان وباكستان زبالة، طبعا فيش منه هذا الحكي انت اللي بتحكيه، بس مع احترامي لك، والصومال ونيجيريا كلهم زبالة. مع احترامي لك، مع احترامي لك، هذا الحكي فيش منه. لحظة بتكلم، طالما أننا احنا اتفقنا على أن الذي يأتي ويقول هذا الكلام، هذا الكلام يعتبر انه اللي بيقوله الزبالة وقندرة ومغتصب للأطفال، خلاص أنا راضي منك بهذا الكلام، شكرا. هذا أخي 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 محترامي لك، هذا الحكي فيش منه وهذا كذب. روح أنت ارجع للشرائع الإسلامية منيح وتأكد منها، روح اسأل حدا كبير بيفهم، أنت بس تطلع عايشي كذب. مع احترامي لك يا خال، هذا كذب كله. فبس بتمنى انه انت لك دين، انا ما باجي احكي عن دينك، والاسلام ما بيجي بغلط على الدين. مين قال لك انه انا عندي دين؟ روح في شيء ما بعرف، ما بعرف في شيء بيحكي. انا مسلم مثلي مثلك. انت مسلم؟ طبعا مسلم. شيء شنو ولا شيعي؟ مسلم على طريقة الصالحية، على الطريقة الصالحية. بس انا بس انا نهاية الحديث يا خال، انا بس بحكي لك انه انت لك دين وانا لي دين، انت لك دين وانا لي دين. ايوه بس ما خلاص، انت بتفتح كل يوم بث تغلط، الرسول اغتصب، الرسول عائشة، انا ما لحقت الرسول ولا انت لحقت الرسول اللي تيجي تحكي عليه، وكل شيء محرف. لحظة يا عصام، لحظة حبيبي، انا ما بغلط، انا بقول لك اللي موجود في هذه الشريعة. طب وين 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 ها؟ طب فرجيني، افتح فرجيني. صحيح البخاري هو بيحكي انه الرسول صلى الله عليه وسلم اغتصب، بس بتمنى توصل الفكره صح وما تشوه صوره الاسلام، ولو شوهت صوره الاسلام يا خال الكل قاعد بيعتنق الاسلام، الكل بيعتنق الاسلام. روح شوف دول الغرب، روح شوف دول الغرب. اسمع الفضيحه، تقول عائشه في الحديث الذي عند صحيح البخاري برقم 3894، تقول ايوه تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وانا اعمل كتم يا عصام، اعمل كتم عشان الصوت عندك بعيد. ثواني ثواني بس تمني لانه اعمل كتم. بتقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وانا بت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمرق شعري، فوفى جميمة، فأتتني أمي أم رمان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، فثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في المد في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمت إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بت 9 سنين. أخي أخي الآن هذا في صحيح البخاري برقم 3894. تمام، هلا أنت بتحكي إنك أنت قرأت ما شاء الله وكثير قرأت الشريعة الإسلامية. لحظة لحظة، تقول عائشة في الحديث الآخر تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة 6 سنين بمكة متوفى خديجة، ودخل بي وأنا ابنة 9 سنين بالمدينة، وهذا الحديث رواه البخاري كذلك، يعني الأول لفظ لأحمد، رواه البخاري كذلك برقم 5134، ومسلم برقم 1422، وابو داود برقم 4933، والنسائي برقم 3255، وابن ماجه برقم 1876، واحمد برقم 24867. يعني بس اسالك سؤال، اسالك سؤال، هذا بس الان سؤال. هذا الان اللي انا بقول لك، لا تجي تقول لي روح اسال. تمام تمام تمام، انا معك انا معك انا معك بالحكي. تمام تمام، بس قل لهم هل صحيح ان النبي محمد نكح عائشه في عمر 9 سنين ولا لا؟ طب ما هو بس انت هيك بس من عقلك يا خال. اللي بيقول لك نعم نكح، نعم فعل ذلك، قل عليه تفو عليك وعلى محمد. اسمعني هلا، انت من كل عقلك، يعني معقول واحد سليم، وانت زي ما بتحكي انه هذا، انا هذا الحكي انا من صف اول عمال بدرس تربيه اسلاميه، قلت لك انا مسلم سني. شوي اسكت، ثواني ثواني بس، اطلع برا.
يا عمي انت ايش دخلك في هذه الحوارات؟ روح العب مع الاطفال لين ما تشوف شو راح يصير في حياتك. ايش دخلك بهذا اسمع الهبل؟ اسمع اسمع اخي اسمعني الاطفال هلا انت من كل عقلك. بدهم يلعبوا، الفريق تبعهم ما اكتمل، روح العب معاهم. طيب بس دخلك انت بهذه حسبي النقاشات؟ حسبنا الله حسبي الله فيك، بس توكل على الله، بس في الله، بس لقدام بتشوف، بس وين مو الله فيش حدا موجود؟ رح الله ينقذك انضرب طبعا، في هذا غزة. الحكي مش رح ينفعك طبعا، الله بس انضرب في غزة، تتذكر لما دخل غزة في ايوه البداية علشان يساعد ايوه المساكين الأطفال في غزة، جات له صاروخ يعني قذيفة إسرائيلية من 60 كلب، عرفت كيف؟ ضربه ضربة انصاف في رجله، لولا جبرائيل وميكائيل نزلوا وأنقذوه في آخر لحظة والله كان راح يموت تحت الأنقاض. فالحمد لله انه جبريل وميكائيل استطاعوا انه يهربوه عن طريق رفح، والان الحمد لله هو الان جالس على العرش منسدح وجالس الحمد لله. يحاول انه لحظه وجالس يحاول انه يعني في فتره نقاهه بعد الحمد لله طلعوا الشظيه من رجله. انت اخي انت انسان منافق والله. انت حتى في يوم القيامه تعرف لما الله سبحانه وتعالى يكشف عن طيب الباب راح تشوف مكان هذه الشظيه، اوعدك. طيب روح خلي دينك ينفعك، روح توكل على الله. السلام عليكم وكل الاحترام إلك طبعا، انا بحترم رأيك بس ما بحترم انه تسب على الرسول صلى الله عليه ماذا وسلم. تسب على إلك الرسول؟ دين وإلي بقول لك دين، انا نبيك شو عملت بامكاني تسوي؟ اجي اغلط على المسيحية وبامكاني اجي اغلط على هذا، بس لا انا ما بحترم تقدر، هذا انت الاشي لو غلطت لانه على الدين الاسلامي علمنا على هذا الحكي. تمام المسيحية هناك راح يلعن وابو سلسفين اهلك. تمام تمام ها شوف هيا اغلط بهمش اغلط، مش راح اجي ارد عليك طبعا، لا ما راح اجي ارد عليك، وانا احسن منك، وزي ما قلت لك انا زي ما بح زي ما انا زي متأكد ما انك انت زي احسن ما مني. بتحترم دينك انا بحترم تعرف ليش دينك. انت في ايش احسن تحكي؟ مني؟ لحظة الك يا دين إمام الك دين الإنماك، والي إمام دين، عصام، لكم دينكم ولي عصام دين، لحظة حبيبي، انت حر تعرف في ليش دينك. أنا أعتقد أنك أنت أحسن مني؟ لأنه أنا لما كنت بعمرك لما واحد كان يجيب لي يقول لي هذا الكلام من عند رسول الله كنت أقول سمعنا وأطعنا، بس أنت إنسان شجاع، لما واحد يقول لك هذا الكلام من عند رسول الله بتقدم إنسانيتك وعقلك وأخلاقك وتقول له هذا الكلام فيش منه. عفارم عليك، أنا أعتقد أنك أنت أفضل مني بمراحل، ولذلك الأمل لحظة عصام، الأمل بالناس أمثالك مش بالمتخلفين أمثالي. طبعا ماشي تمام، توكل على الله والسلام عليكم ورحمة الله. بس بتمنى بس ما تغلط على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لأنه أنت بغلط كل يوم عليه، تفتح بقول لك هو لايفات شو وبتسب عمل على انت؟ الرسول. طبعا هذا الحكي لا الناس رح تنفعك بس تموت، ولا حد رح ينفعك. إذا ولا حد دينك راح بيحكي لك ينفعني، الله نفسه اسمعني ما اسمعني يقدر ثواني، ينفعني. إذا دينك الله بيحكي لك نفسه ما يقدر ينفعني، وإذا ما قدر تمام. ينفعني طب شو راح طيب ينفعني؟ هذا رأيك الشخصي طبعا، بس ده بدي مش أحكي لك رأي كلمة. شخصي. إذا دينك فكان بيسمح ليش لك انضرب في تسب على غزة؟ الأنبياء لولا لما انضرب في غزة الله منين بتجيب لي هاي الأخبار أنت؟ منين ما بتجيب لي انت هذا ما الحكي؟ سمعت، ما شفت الله سبحانه وتعالى في اليوم اللي كان فيه مطر شديد وغيمه وجيش وعالم، أنت ما بعرف، لان هذا كله جبريل نفاق، هذا وميكائيل مش موجود بالشريعة الإسلامية طبعا. لان ميكائيل هو اللي مسؤول عن الغمام والمطر وكذا عشان يقدر يهرب الله سبحانه وتعالى من غزه، لكن كيف طلعوا من غزه؟ هذا عمل فيش منه هذا حاصف الحكي وعمل يا أخي غيم يا معلم، وكذا يا أخي يا عشان أخي. يهربوه من غزه، والله كان راح يتحول الى 5000 مضاعف بدك تحت تنقل إشي الانقاض. صح، انقله صح يا أخي، ليش هيك؟ والله ليش هو أنت هكذا، كان كان راح ليش يموت تحت الانقاض كذب هذا الحكي؟ ليه لان هذا اصابته نفاق؟ كانت بالغه، انت ما بتعرف طبعا طبعا أنت كنت أيام النبي اصابته وأيام اصابه الأنبياء، قويه يعني بس جدا. كان في شتاء صدق أيام الرسول وأيام لا ما الله سبحانه وتعالى انضرب، تعرف وين انضرب؟ في رجله، تعرف منطقة الركبة ورا أيوه منطقة أنت كنت الركبة هناك بس صح؟ شوية كنت تحت، هناك أنت كنت تعرف معه. لحظة تعرف هذه العضلة اللي ما بيسموها يعني شو بيسموها السمانة ولا شو بيسموها، هذه العضلة اللي تحت الركبة بس من المنطقة الورا اللي للرجل، هذه المنطقة يعني حتى بعدين لما ضبطوا له إياه عملوا له خرزة أكثر من 13 غرزة، يعني أنت شو بتقول؟ إصابته أنت كنت كانت هناك على هذا قوية الحكي، جدا، هذا النزيف الحكي اللي مذكور نزفه، بالقرآن صح؟ انت مستوعب كمية النزيف اللي نزف والله سبحانه وتعالى؟ هذا والله الحكي لولا ان أنت جبريل، لولا هذا ان شرك جبريل دير بالك. وميكائيل انقذوه، لحظة، لولا ان جبريل وميكائيل انقذوه والله كان راح يغرق البشرية كلها طبعا بدمه. أنت بس سؤال، بدي أسألك سؤال، هذا موجود بالشريعة الإسلامية؟ شو؟ هذا الحكي موجود؟ لا أنت لا كنت هذا هناك الكلام، صح؟ لا هذا الكلام الناس بس اللي في غزة شافوه. أنت بتحكي حتى روح عن اسأل مالك؟ الأموات، لأن الأموات الناس اللي استشهدوا هم اللي شافوا هذا الكلام. انت عمالك بتحكي طيب، وانت بس هيك والله انت اي العظيم شيء لو تروح تسأل اي الأهل حدا بنقول لك موتها، الخبر لو تروح بتصدقه صح؟ تسأل الشهداء في غزة، لو تسأل الشهداء راح يقولوا لك نعم الله أراد أن يساعدنا، أول ما احتضننا وأراد أن يطلعنا ضربته القذيفة في رجله. ورجله توكل على كبيرة الله. أنت تعرف تمام يعني تمام سبحانه كلامك وتعالى. كله غلط طبعا، ما لا هو انضرب، يعني
اللي عندك اصلا هم كلهم مش مسلمين اكيد، او بيغلطوا على النبي وبيغلطوا هذا، لانه هم مش فاهمين إشي، هم بس بيصدقوا فيك عمالهم، لانه هذا كله اللي انت اللي بتحكيه بس كذب. انت مسلم ولا انا؟ مسلم سني والحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد. معايا مسلمين، انت على الاقل مسلم. ايش؟ لا تقول اللي معايا مش مسلمين، لا تصير تكفيري داعشي عمساوي. لا مش ما هو بغلط يعني، اللي بغلط على النبي هذا بيكون مسلم، هذا مسلم بالاسم، مع احترامي لك ومع احترامي لهم. عائشة يعني كانت تغلط على النبي عادي. مين؟ عائشة. هذا الحكي من عندك؟ والصحابة يعني كانوا يغلطون على النبي. لا إله إلا الله، هذا الحكي موجود بصحيح البخاري صح؟ نعم موجود في صحيح البخاري. كانت طيب عائشة روح انت، ما أرى ربك إلا يسارع في هواه. هذا كله كذب، أنا عمالي بدرس من أنا بدرس من صف أول تربية إسلامية، بس هذا الحكي أول عمر سمعته يعني منك بسمعه. اللي كنت تتعلمه يعني شو هذا كنت كذب كله، بس روح حسبي الله فيك يا زلمة، روح سلام عليكم. حسبي الله فيك، ليش تتحسن؟ روح. وين أروح؟ دخلني أنا. دخلني أنا بهذا الموضوع، الله سبحانه وتعالى هذا شأنه. ألم يقول الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن؟ ها؟ هو كل يوم عنده وضع معين، إيش دخلني أنا؟ حد قال له إنه ينزل لغزة؟ حد قال له إنه يجي يدخل وسط الضرب النيران؟ ما بيعرف إنه هذول الإسرائيليين أولاد 60 في 70 لما بيضربوا ما بيفرقوا بين إله وبشر وكبير وصغير؟ يعني هو شنو كان يعتقد انه راح يجلس ينقذ هذول والاسرائيليين يشوفوه يخافوا؟ ما شافوا شو عملوا فيه ايام زمان ايام موسى. ليش يحط نفسه في هذا المختبر الوضع الصعب؟ انت تدخل في منطقه الحرب راح تصاب، لا تعمل فيها لا الله ولا ابو عنتر ولا ابو شوارب، تنضرب يعني تنضرب ضربه عظيمه جدا. لذلك الله سبحانه وتعالى يوم ما انصاب اخذ درس عمره، يعني عرف انه هذول اليهود اولاد 60 في 70 ما عندهم احترام لا لإله ولا لنبي ولا لاي حاجه. عشان هيك يعني هم صراحه الاسرائيليين ما يعني ناس، نسال الله سبحانه وتعالى ان يخلصنا منهم، ما عندهم صراحه. الاسرائيليين ما عندهم صراحه، كل الناس تعرف هذا الشيء. أيوة ألو. وعليكم السلام، مين معي؟ معك محمد من فلسطين 48. سني ولا شيعي يا محمد؟ يعني إسرائيل يعني سني ولا شيعي؟ أنا شو هون في الشنة ما ولا مرة علمونا سني شيعي، بعرف مسلمة نقرأ القرآن وهذا هو. بتصلي يا محمد؟ الخفيف مش مهم. شو بهمك اذا بصلي ولا لا؟ بيهمني صراحه، لكن اذا ما بتصلي الله كيف راح يحرركم فلسطين؟ احنا مش الله بيحرر اللي بده اياه، يعني احنا مش فارم حاليا انت تتحرر. والله شو بده حاليا برايك؟ الله بده يهدي الناس. شو بده الله؟ لكن ليش هو فشل في هذا برايك؟ شو عرفك فشل؟ بعدها مش جاي الآخر تنقرر فشل ولا نجح ولا. الآن أنت بتشوف أكثر الناس على الهداية؟ الصراحة عم بكثر عم بزيدوا. أنت الآن على الهداية وأنت ما بتصلي؟ أنا بصلي يا أخي، بس بقول لك مش أنت ما بتصلي كثير. فيش حاجة الناس تقول بصلي لا. حسب السيجارة صح؟ لا بدخنش الحمد لله. يا راجل ما بقولش على التدخين العادي أنا. ولا عادي ولا غيره الحمد لله. المهم انا كيف شايف من كيف فاهم من حكيك، يعني انت لا بتامن لا بالله ولا بنبي ولا بحد. قال لك لا انا بامن بالله يعني وبالنبي وبكل لا ما صار لك ساعه تغلط على الله. لا ما بغلط غزه وصار معي طيب يعني ما مش اولاد صغار احنا تحكي معنا هذا الحكي. اولاد صغار لو اولاد مش اولاد صغار يعني. الله ليش بده ينقذكم؟ ليش ضحى بنفسه عشان انت عظم ولحم، كيف اجيت على الدنيا؟ انا الله جابني للدنيا. طيب ليش تغلط على الله لك يعني؟ أنا ما بغلط عليه. أنت بتقول قصفوه بغزة.
ايه قصفوه ضربوه، مو انا، هذول اليهود اولاد الستين بالسبعين، هذول الاسرائيليين ملاعين، هذول ما عندهم يمكن يكون مصادر، لا الاسرائيليين صح صاحب ولا واحنا غلط، صديق ولا شوف حاجه. يمكن هن صح واحنا غلط، تقدرش تعرف بالاخر، بس مين تقوم لايامي بنبلش الله مين يا مين ممكن يكونوا صح؟ ان اليهود شو بعرفك، ممكن الاسلام مستحيل يا صح، ممكن زلمه، اليهود صح، ممكن المسيحيين مستحيل يا صح، رجل، مستحيل. لا فيش هذا تقدرش الكلام. تعرف، انا اقول لك الله بس بيقرر. لا لا، كيف يعني ناس ضربوا الله في غزة راح يكونوا على اصعب صدق؟ اصعب اصعب اتصور سؤال للملحد، ناس قذائف اصعب سؤال ضربوا للملحد، الله فيه راح يكونوا على الصواب؟ شو هذا الكلام؟ اصعب سؤال استغفر الله للملحد يا زلمة، مين استغفر خلقك؟ ربك وصلي عنك. اصعب سؤال للملحد هو مين خلقك؟ كيف اجيت على الدنيا؟ ما بيعرفش يجاوب على هذا والله السؤال. انا معاك، الملحدين هذول ناس يعني صراحة متخبطين، ولكن ايش دخلنا فيهم؟ خلينا احنا كمسلمين مع بعض نتكلم ما هو يا عن حبيبي، عقيدة كل اللي الشريعة عندك، كل العظيمة. اللي عندك، كل اللي بيدعموك، وكل اللي بيعملوا حسابات وهمية، كم واحد يعني معدودين الاصابع، هم ملحدين يعني. يعني مش بديش اقول لك مسيحيين ونظلمهم، ولا دروز، ولا يهود، ولا ما بعرف شو، يعني هم 99% ملحدين. ليش برأيك؟ يعني شو يعني هم معدودين على الاصابع، شو ليش برايك؟ يعني هم مين اللي معدودين مش على الأصابع؟ هم الملحدين هذول اللي معك، يعني الجماعه اللي انتم يعني عم تعملوا يعني أنت حسابات تعتقد الآن إحنا عندنا 2500 إنسان، هذول 50 منهم ملحدين هذول ممكن يكونوا، و2450 يمكن شخص يكونوا 2000 مسلم؟ يمكن يكونوا 2000 حساب لشخص واحد عادي. ما في هذا لسه الكلام، بعمل، كيف إنسان واحد؟ لسه بعمل، لسه لحظة بعمل 1000 لحظة حساب، شو لحظة المشكله؟ لحظة، كيف أنت ممكن تعمل 2000 حساب؟ تحتاج 2000 جهاز، كيف تعمل هذا الشيء؟ ايوه الات صعبه الحين، بعمل اجيب بشغل 5، بشغلهم في بي ان، أو وبشغل، بعمل باي، ممكن بحط تجيب 5 اي أجهزة، بي. ولكن كيف تعمل 2000 حساب يعني؟ ما تقدر تقدر. تعمل مليون حساب. لا ما تقدر، ما تقدر، لو كان الناس يقدرون يعملوا هذا الشيء لكان حالهم غير هذا الحال. طيب يا اخي خلينا نقول 2000 ملحد، خلينا نقول 2000 ملحد، هذول نقطه بحر ليش يعني. ملحد؟ انا مش اوكي ملحد، انا ما بيهمني الملحدين، يا روح اخي شو مش ملحد عندي. يعني، انت لا بتامن لا لحظة بالله ولا محمد، لحظة بانبياء محمد محمد ولا بديانه لحظة ولا باي محمد نوع. لحظة محمد، اي حبيبي يكفي غوايه، انا مش ملحد، انا انسان مسلم، بدك تتكلمني تكلمني بالشريعة الإسلامية. انا الشريعه بقى لا بامن لا بشريعه ولا بغيرها، انا بامن لك انا بالقران. ليش جيب طالع لي عندي؟ نص، بما انك مش جيب لي تامن نص ما بتامن بالقران، انا بامن، بالشريعة، جيب لي ليش نص ليش تطلع عندي بالقران يا او حبيبي؟ ايه. شكرا لك، كل المحبات لك يا محمد، محباتي لك حبيبي، وردة. من عندنا بعد من المسلمين يحبوا يطلعوا؟